السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة كده بنعمل مع بعض ريفيجن سريع لجزء البراكتيكال اللي عندكم في الاندستري. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في تقريبا عندنا 45 رسمة، دي الرسومات كلها اللي داخلة مع حضراتكم. خلونا كده مع بعض سريعا نحاول نعمل ريفيجن تكون كويسة ليكم. اول حاجة بالنسبة لنا مطلوب مننا حاجتين، ان احنا رقم واحد نكتب الاسم بتاع الجهاز زي ما هو مكتوب فوق كده، سنجل باس تيوبولر هيتر، وكمان مطلوب مننا نكتب البيانات اللي موجوده على الرسمه. طبعا تقريبا عندنا 45 رسمه، والرسمه الواحده اراوند 5 أو 6 بيانات، فالعدد بتاع البيانات زي ما انتم شايفين كده عدد مش قليل. بس الموضوع لما هتمشوا فيه معايا تلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج من الناس تكون قلقانه قوي للدرجه دي. طيب نبتدي مع بعض. اول جهاز اسمه سنجل باس تيوبولر هيتر، او ساعات بنسميه تيوبولر هيتر 1-1، يعني هو ليه اسمين، لإما سنجل باس تيوبولر هيتر لإما تيوبولر هيتر 1-1. طيب الجهاز اللي بالمنظر ده كده، يمكن التلات اربع اجهزة اللي جايين بعد كده نفس المنظر بالظبط، الفيد بتاعنا هيبقى المكان بتاعه هنا، ده الفيد اللي هو مدخل بتاع الجهاز. والاجهزة ديت المدخل بيبقى من ناحية والمخرج من الناحية المقابلة، بس خلي بالك ان المدخل بيبقى عند الاماكن الواسعة، فالمخرج برضه هيبقى عند الاماكن الواسعة اللي هو هنا. فعشان ما تتلخبطوش، كل اجهزة الهيتر الاماكن الواسعة اللي انا مظللها دي كده دايما بيبقى فاتح عليها الانلت والاوتلت، الانلت موجود من تحت اللي هو الفيد، والاوتلت موجود من فوق. طيب ده كده بالنسبة للمداخل والمخارج. الاماكن الواسعة دي بقى بنسميها ايه؟ الاماكن الواسعة دي اسمها ديستريبيوشن تشامبر. يبقى المكان الواسع ده فيه ثلاث حاجات، لاما فيد لاما اوتلت لاما كمان او طبعا اسمه نفسه ديستريبيوشن تشامبر. كده جبنا الاماكن الواسعه. الاماكن بقى اللي هي فاتحه على اماكن ضيقه، المدخل اللي فوق ده الستيم، وكل ستيم عنده مخرجين، مخرج تحت اسمه دريبس ومخرج فوق اسمه فينت. فالاماكن الضيقه برضو ثلاث حاجات، الفاتحه اللي من فوق دي ستيم، وفي مخرجين، واحد فوق اسمه فينت واحد تحت اسمه دريبس. دايما الفينت فوق ودايما الدريبس تحت. يبقى الاماكن الضيقه ثلاث فتحات زي ما انتم شايفين كده، والاماكن الواسعه ثلاث فتحات زي ما انتم شايفين قبل كده. نيجي اخر حاجه بقى، جسم الجهاز من بره اسمه شيل او كيسنج، ده جسم الجهاز من بره، والانابيب دي بنسميها بيرل تيوب. والمكان الحاجز اللي انتم شايفينه ده، الحاجز اللي هنا ده، بنسميه تيوب شيل. يبقى الرسم دي عباره عن ثلاث مناطق، وكل منطقه فيها ثلاث بيانات. المناطق الواسعة مرة تانية، المدخل اسمه فيد، المخرج المدخل اسمه فيد اهو، المخرج اسمه أوتلت، والمكان الواسع اسمه ديستريبيوشن تشامبر. الأماكن الضيقة أو الأنابيب الضيقة عندها تلات حاجات، المدخل اللي فوق ده اسمه ستيم، ومخرجين دايما فوق واحد اسمه فنت ودايما تحت واحد اسمه دريبس. أما جسم الجهاز بنسميه شيل كيسنج، الأنابيب بنسميها بيرل تيوب، والاماكن اللي هي الحواجز شايفينها ديت بنسميها تيوب شيت. ده يا شباب بالنسبه لاول جهاز، واللي قلناه على اول جهاز تقريبا في 4 أو 5 اجهزه عندنا بالمنظر ده. نيجي مع بعض الجهاز اللي بعديه اللي هو المالتي باس تيوبولر هيتر. بالنسبه لنا برضو لو اخدتوا بالكم هتلاقوا نفس البيانات اللي احنا اخدناها قبل كده، الاماكن الواسعه اللي انتوا شايفينها ده اهي دايما بيفتح عندها المدخل. طبعا لإما بنسميه تيوب انلت لإما بنسميه زي ما احنا اخدنا ورا فيد، الاتنين زي بعض تيوب انلت او فيد. والمخرج مفيش مخرج في الناحية دي لو انتوا واخدين بالكم، بس المخرج قصاده ده هنسميه تيوب اوتلت او ساعات بنسميه اوتلت. ولو سألنا في الامتحان مين المنطقة الواسعة دي اللي انا مظللها دي، زي ما احنا اخدناها ورا اللي هي الديستريبيوشن تشامبر، نفس الكلام. طيب نيجي للأماكن الضيقة، ادي الستيم نفس اللي فات، ادي الدريبس وادي الفنت. ولو سالنا ده اسمه ايه من بره، زي ما احنا اخدنا ورا كده الشيل كيسنج. ولو سالنا الاي ديت، الاي دي اللي هي زي ما احنا اخدناها ورا بارل تيوب. ولو سالنا ايه الاماكن الحواجز دي كده هنسميها زي ما احنا اخدنا ورا اللي هي التيوب شيت. ادي الجهاز رقم 2. طب يبقى احنا البيانات الاجهزه دي شبه بعض جدا جدا. الجهاز ده اسمه ايه؟ ما دام الجهاز ده فيه حواجز هنا بالمنظر ده كده بالعرض، الحواجز شايفينها ديت، طبعا بدايه الحواجز دي اسمها يا شباب بافل،
اسم الحواجز دي بافل. الحواجز دي طول ما هي موجودة فالجهاز ده هنسميه مالتي باس تيوبيولر هيتر، بدل ما زال نفس المنظر بتاع الجهاز واحد فده هنسميه مالتي باس تيوبيولر هيتر 1-4. ده الجهاز رقم 2 معانا. طب الجهاز رقم 3 شكله متغير حبتين. الجهاز التالت ده اللي احنا بنسميه 2-باس فلوتنج هيد هيتر، طبعا 2-باس فلوتنج هيد هيتر او ساعات بنسميه 1-2 تيوبيلر هيتر 1-2. بس الاسم الجهاز ده مميز ان عنده حاجة اسمها فلوتد هيد. فين بقى الفلوتد هيد الجزء ده يا شباب؟ عندكوا حتى في الكتاب مش مكتوب له بيانات، فهنكتب ده كده اسمه فلوتد هيد. طيب لو سألنا الناس فين الفيد انلت، اهو ادي الفيد او التيوب انلت زي ما احنا اخدنا. فين الاوتلت؟ اهو ده التيوب اوتلت نفس اللي فات. ده الحاجز ده اسمه ايه؟ الحاجز نفسه اسمه بافل. طب الفراغ ده كله زي ما احنا سميناه ورا سميناه ايه؟ ديستريبيوشن تشامبر. طيب فين الفنت؟ الفتحة اللي فوق دي اسمها فنت. فين الدريبس؟ الفتحة اللي تحت دي اسمها دريبس. وهنا الستيم انلت غريبة شوية، هي الجزء المدور ده يا شباب ده بنسميه كده ستيم انلت، او ساعات بنسميه بيرفوريتد رينج. بيرفوريتد رينج كده. يبقى احنا خلصنا مع بعض اول تلات عائلات اللي هي عائلات تيوبيلر هيتر. يبقى اول تلات رسمات اخدناهم، اول تلاتة كده سميناهم ايه؟ تيوبيلر هيتر. اقعد اتفرج على الفيديو ده كم مرة كده هتحفظه وانت قاعد، الموضوع سهل جدا جدا مش صعب. طيب نتنقل على عيلة تانية ونخلي بقى لون مختلف عشان ما تتلخبطوش. عيلة تانية اللي بنسميها هيت اكستشينجر، وهنعرفها ازاي؟ بالحواجز اللي بالطول اللي موجودة في الجهاز بالطول دي. لو شفتها يبقى انت عندك هيت اكستشينجر. الجهاز ده شباب اسمه ايه؟ فيكسد هيد هيت اكستشينجر، الاسم بتاعنا اهو 1-4. طيب لو عايزين نسمي بقى نفس الكلام، الاماكن الواسعة المدخل بتاعنا اسمه تيوب انلت، والمخرج الناحية التانية اسمها تيوب اوتلت. بس هنا في مداخل تانية، الاجهزة دي الهيت اكستشينجر دي ما فيهاش ستيم، فما تلخبطش نفسك. يعني ما فيهاش لافنت ولا فيها دريبس. يبقى كل الاجهزة اللي احنا بنسميها الهيت اكستشينجر ولا فيها فنت ولا فيها دريبس ولا فيها ستيم. طيب التيوب انلت اهو، التيوب اوتلت من فوق اهو. طيب ايه ده؟ دي هنسميها يا شباب تيوب بافل، اسمها كده تيوب بافل. الحواجز اللي في الجوانب دي هنا وهنا دي كده بنسميها تيوب بافل. طيب علشان تبقى الدنيا سهلة بالنسبة لكم بلون تاني كده، طبعا الاول المكان ده كله سميناه ايه؟ زي ما اخدناه ورا كالعادة ديستريبيوشن تشامبر. طب الحواجز بقى اللي بالطول دي اللي في الرسمة دي كده بنسميها ايه؟ هي اسمها بافل بس هو الصح اسمها شيل بافل. يبقى الرسمة دي فيها اتنين بافل، اتنين، واحد اسمه تيوب بافل واحد تاني اسمه شيل بافل. ادي التيوب بافل اللي في الجوانب دي هنا دي كده، وادي الشيل بافل اللي موجود عندنا فوق بالمنظر ده. اخيرا الجهاز ده برضو عنده ملاحظة جميلة جدا، وهي ان الجهاز ده في عنده هنا مدخل حاجة اسمها شيل انلت، ومخرج فوق هنا اسمه ايه؟ شيل اوتلت. الشيل انلت والشيل اوتلت من الاماكن الضيقة، يبقى المكان الواسع تيوب انلت او تيوب اوتلت، والاماكن الضيقه شيل انلت وشيل اوتلت. لكم بس لحظه بس احط الشاحن بتاع اللاب، لحظه واحده.
الشباب نكمل. الجهاز اللي بعديه برضو نفس الكلام تقريبا، اللي هو الجهاز اللي بعده، بس الجهاز ده يتميز بايه بقى؟ ان الجهاز ده مش شبه اللي فات قوي. الجهاز ده برضو اسمه هيت اكستشينجر. وعرفنا منين؟ عشان الحواجز بتاعتنا الجميلة هي موجودة. الهيت اكستشينجر ده اسمه فلوتد هيد، اللي هو الدراع ده هو. ده اسمه فلوتد هيد. يمكن لو فكرت حضراتكم كنا احنا اخدنا الرسمة من شويتين اهي، نفس الرسمة اللي فاتت، ادي الفلوتد هيد المنظر بتاعه اهو. فخلي بالكو ان الجهاز بتاعنا ده نفس الكلام برضو، الدراع اللي موجود ده اسمه فلوتد هيد، وطبعا الجهاز ده رقمه 1 2. طيب تعال نبص على نفس البيانات اللي كانت موجودة فوق. دي اسمها تيوب انلت، يبقى اللي فوق اسمها تيوب اوتلت. دي اسمها شيل انلت، يبقى دي اسمها شيل اوتلت. جهاز جميل جدا. وسمينا البافل دي ايه؟ ها اسمع كده، سميناها ايه؟ سميناها تيوب بافل. يبقى اللي فوق دي كان اسمها ايه لو فاكرين؟ شيل بافل. يبقى دي شيل بافل، واللي موجودة دي عبارة عن تيوب بافل. ده الكلام الجهاز اللي هو الخامس مع حضراتكم، اللي هو عيلة الهيت اكستشينج. طب نجيب الجهاز الاخير بقى، نفس الكلام برضو. الجهاز الاخير ده برضو ظريف كده، برضو نفس الكلام، ادي تيوب انلت. في الناحية التانية بقى اكيد عندي تيوب اوتلت، ادي شيل انلت، بقى برضو لازم الناحية التانية يكون فيه شيل اوتلت، ادي بافلز، وللمرة التالتة سميناها ايه؟ شيل بافلز. يبقى اكيد البافلز دي هنسميها ايه؟ تيو بافلز. لو سألك المنطقة دي كلها هنسميها ايه؟ ها ديستريبيوشن تشامبر. تمام. اخر حاجة يمكن يعني في الجهاز ده مميزة قوي، انا يمكن هصورها لكم بالاصفر كده عشان تتفرجوا عليها. شايفين يا شباب العمود اللي بالعرض ده، اللي انا مصور، اللي انا ملونه بالاصفر ده، اللي انا ملونه بالاصفر ده يا شباب اسمه ايه بقى؟ ده هنزوده كده، اسمه ترانسفيرس بافل. ترانسفيرس بافل. الجهاز ده يحتوي على 3 بافلز، بيحتوي على 3، واحد اسمه ترانسفيرس بافل، واحد اسمه تيوب بافل، واحد اسمه شيل بافل. عنده 3 بافل موجودين فيه بالمنظر ده كده. يبقى احنا يا شباب خلصنا الجهاز ده. الجهاز ده اللي فيه ترانسفيرس بافل هو الوحيد اللي رقمه كده 2 4، اسمه فلوتد هيد، هيت اكستشينجر كالعاده. طب ليه سميناه هيت اكستشينجر؟ عشان فيه الشيل بافلز اللي هي بالمنظر ده. وليه سميناه فلوتد هيد؟ ها اكيد اكيد انتوا خلاص جبتوها دلوقتي. فلوتد هيد هي الدراع ده كده، يبقى الدراع اللي موجود قدام حضراتكم ده هو ده الفلوتد هيد. تمام كده نكون خلصنا مع بعض الاجهزه بتاعه الهيت اكستشينج. نخش بقى في اجهزه جديده خالص بالنسبه لنا، اللي هي الستيم جاكيت الكتل او الايفابوريتور بان، حاله التبخير. حاله التبخير. طيب الموضوع سهل جدا جدا. الحاله ديت فيها شويه معلومات. الحاله دي ليها جدار داخلي، لو الجدار اللي جوه ده اهو، ده اسمه كتل بروبر. كتل بروبر او لاينر. لاينر يعني الجزء المبطن للحله، كتل بروبر او لاينر. طيب عكسه بقى كلمه ايه؟ جاكيت. جاكيت هو الجزء الخارجي اللي في الحله ده يا شباب. يبقى الحله دي في جزء هنا اهو، وفي جزء بره كده. اللي جوه ده كتل بروبر او لاينر، اللي بره ده اللي هو الجاكيت. طيب وفي عندنا مدخل للستيم، ده هو اسمه ستيم انلت. وده دخلنا ستيم، يبقى لازم يكون في فنت ودريبس. الفنت دايما فوق الحته دي كده، والدريبس دايما تحت المكان ده. طب المخرج ده هو بقى، المخرج ده هو اللي هيطلع منه المنتج. طبعا اللي طالع ده زي ما هو مكتوب قدامكم برودكت، اسمه برودكت. يبقى احنا كده اهو نتفرج عليه، يبقى الجزء المبطن الداخلي كتل بروبر او لاينر، الجزء الخارجي اسمه جاكيت، في عندنا مدخل اسمه ستيم. الستيم بيخش وبيطلع من فتحتين، واحده اسمها فنت فوق، واحده اسمها دريبس تحت، والمنتج في الاخر بيطلع من فتحه اسمها برودكت. ده اسمه ستيم جاكيت كيتل او ايفابوريتور بان. طيب نجيب الجهاز اللي بعديه. الجهاز اللي بعديه اسمه ايفابوريتنج ستيل. لو اخدتوا بالكم الجزء اللي انا يعني بشاور عليه في الرسمه دي، مش هو شباب الجزء اللي تحت ده؟
هتلاقوا المنطقة اللي تحت ديت هي الحلة، فالجزء ده اهو هو الحلة. نفس البيانات اللي احنا اخدناها قبل كده موجودة عندنا. طيب خلينا كده نبص مع بعض كده سريع. برضو ادي مدخل الستيم، وادي الدريبس، وادي الفنت، وادي البرودة. ولو قلت لكم بقى فين الكتل بروبر، البطانة الداخلية، طب فين الجاكت، البطانة الخارجية. ده الجهاز اللي احنا اخدناه فوق. الجهاز ده بقى مقفول، ففي هنا ترمومتر اهو، ثرمومتر، وده شباك. الشباك بنسميه ايه؟ سايد جلاس. الناس اللي مش شايفاها كويس، سايد جلاس. طيب يبقى في ترمومتر وفي سايد جلاس، ونجمع نخش على مكثف بنسميه كوندنسر، وهنا بامب اسمها فاكيوم بامب، مش بامب، خلي بالكوا ده غلط، دي اسمها فاكيوم بامب. يبقى الجهاز ده هو اللي فات. هنزود عليه الترمومتر، ادي واحد، شباك اسمه سايد جلاس، كوندنسر، وفاكيوم بامب. اربع حاجات موجوده في الجهاز ده ما كانتش موجوده في الجهاز اللي موجود قبله. طيب الجهاز اللي بعدي اللي هو الهوريزونتال تيوب ايفابوريتور او الستيم انسايد. الجهاز ده عباره عن ايه بقى؟ جهاز بسيط جدا. المدخل اللي على اليمين ده هو ده الستيم، وغالبا يا شباب الستيم دايما هتلاقوا داخل من الفتحه دي. طيب الستيم مادام دخل جوه الجهاز يبقى المنطقه دي اسمها ايه؟ كنا هناك سميناها لو فاكرين ديستريبيوشن تشامبر، هنا اسمها بقى ستيم كومبارتمنت. يبقى الاحمر ده هو اسمه ستيم كومبارتمنت، والكفر اللي بره ده اسمه كفر بليت. يبقى المكان ده اسمه ستيم كومبارتمنت، والكفر اللي بره ده هو كده اسمه كفر بليت. طيب نكمل. الستيم بدل دخل هيطلع من فتحتين، شايفين الفتحه دي يا شباب؟ الفتحه دي اللي هي الدريبس، دايما الدريبس تحت، والفتحه ده اهي هتكون عامل زي رقم 6 كده، الكلمه الصغيره دي اللي هي الفنت. يبقى هنا في فنت وهنا في دريبس، بس الجهاز ده مميز ان عنده 2 دريبس، عنده 2 دريبس مش دريبس واحد. يبقى الجهاز ده عنده 2 دريبس وعنده واحده فنت فوق هنا. طيب يبقى دي الستيم، ستيم كومبارتمنت، كفر بليت، 2 دريبس وواحده فنت. طيب الباقيين بقى، الفيد بيخش من هنا، ادي الفيد، وبيطلع من هنا. المخرج ده مكتوب عليه كلمه مش باينه عندكم اللي هي اسمها ثيك ليكر، اسمها كده ثيك ليكر. طيب ايه الحاجات دي؟ ايه ده؟ ده عباره عن زي ما احنا اخدناه سايد جلاس، انا اسف، اسمه سايد جلاس. طيب حاجه تانية، ايه ده بقى؟ ايه الانابيب دي؟ دي اسمها هوريزونتال تيوب، اسمها هوريزونتال تيوب. طيب من هنا بيطلع مين؟ بيطلع الفيبر، ودايما في كل الاجهزه اللي جايه ديت الفيبر دايما بيطلع من فوق والثيك ليكر دايما بينزل من تحت، هتلاقيه ثابته كل الاجهزه. وعلى فكره الكلام هنا هتلاقوه مكرر زي اللي احنا اخدناه فوق كده، في مجموعه، كل مجموعه اجهزه ليها ديزاين واحد يعني. طبعا الجهاز ده مميز، حتى اسمه فيه هوريزونتال تيوب زي ما انتم شايفينه، والاسم الجهاز اصلا هوريزونتال تيوب ايفابوريتور. طيب الجهاز اللي وراه الانابيب فيه بالطول واقفه، فاكيد ده شاب هنسميه ايه بقى؟ هنسميه فيرتيكال تيوب. يبقى ده اسمه ستاندرد فيرتيكال تيوب، ادي الفيرتيكال تيوب قدامنا. يلا يا شباب من غير بقى ما نتعب نفسنا، ايه المدخل ده؟ الستيم انلت كالعادي، وقلنا ان كل ما الستيم ما يدخل لازم يطلع من فتحتين، ادي مين دولت اللي تحت دولت؟ دول الدريبس. الموضوع سهل جدا جدا، 2 دريبس يمين وشمال موجودين بالمنظر ده. وطبعا الدريبس ديت ممكن زي ما هو مكتوب تحت ممكن نسميه كده نون ده بنسميه علميا كده، هو مكتوب هنا نون كوندنسيت، المفروض ده اسمه كوندنسيت يعني، هو مكتوب هنا غلط، لان المفروض المخارج السي دي اللي هي مخارج الكوندنسيتد، لا هي كوندنسيت، انا اسف انا مش شايفها صح، بس ده كوندنسيت او كوندنسيتد ستيم او كوندنسيت اوتلت. ف
فساعات ممكن نسميه دريبس، صح برضو؟ وعلى فكرة ساعات بيسموه دريبس وساعات بيسموه درين، يعني هو ليه أسامي كتير، أو دريبس أو درين أو كوندنسيتد أوتلت. وطبعا ليه برضو مخرج فوق اللي هو المخرج السهم ده، ده اللي هو الفنت. يبقى الجهاز ده عنده اتنين دريبس شبه اللي فات وعنده فنت. اللي بالأزرق دي مداخل ومخارج الستيم. طيب نركز كده مع بعض، الفيد يخش منين؟ يخش من هنا، ده الفيد انلت. والفيد لما يخش يتحول لكام حاجة؟ لحاجتين، مخرج فوق سميناه فيبر اوتلت، ومخرج تحت سميناه ايه يا شباب؟ ثيك ليكور. يعني الرسمة دي حلوة خالص، شبه اللي فاتت. يبقى الستيم بيدخل ويطلع من فتحتين دريبس وفتحة فنت، والفيد يدخل ويطلع من فوق فيبر ومن تحت ثيك ليكور. اخر حاجة بقى هنقولها هنا يا شباب عشان تبقى الصورة بالنسبة لحضراتكم واضحة خالص، المسقط اللي في النص ده، الحتة اللي في النص دي اسمها سنترال داون تيك. اسمها كده سنترال داون تيك. طيب ايه تاني كمان؟ بس تقريبا احنا كده كل حاجة. يمكن تحت قايل لكم مثلا ان الفيد ده ليه اسم تاني اسمه ليكور انلت. ليكور يعني فيد، ليكور انلت برضو ده يعتبر اسم. الفنت مثلا بنسميه اسم تاني، ساعات بنسميه بقى ده كده نون كوندنسيت اوتلت. طبعا الفنت هي نون كوندنسيت، الاثنين صح، الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين صح. اخر حاجه يمكن بيان مش مكتوب بس بيحبوه قوي البيان ده، يا شباب بعذر بس كده حصل ايرور، هنحاول بس ان احنا ايه نصلحه. تمام، عذرا معلش كده، والجهاز اصله بقاله فتره يعني النهارده طول اليوم النهارده بايظ، ده يمكن سبب تاخير الفيديو عليكم، يعني انا بعتذر جدا. نرجع تاني يا شباب، احنا كنا واقفين في الصوره ديت. انا بس يهمني زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، بس اجيب القلم بس. فاحنا كنا زي ما احنا واقفين كده بالظبط قلنا ان البيانات اللي موجوده عندكم، كان اخر بيان عايزين نقوله يا شباب هو مجموعه التيوب ديت. مجموعه التيوب دي يا شباب بنسميها كده علميا فيكسد كلاندريا، اسمها كده فيكسد كلاندريا. فالفيكسد كلاندريا اللي هي قصاد حضراتكم دي هي عباره عن مجموعه التيوب اللي واقفه كلها جنب بعضها كده. طيب الجهاز اللي بعديه يا شباب قدام حضراتكم هو الجهاز ده اللي هو اسمه فورسد سيركيوليشن ايفابوريتور وذ انترنال هيتنج اليمنت. طيب احنا ازاي هنعلمه؟ وذ انترنال هيتنج اليمنت، هتلاقوا ان الهيتر كده جزء من الجهاز، الهيتر ده كده جزء من الجهاز. طيب عايزين بقى ايه نحاول نفهمه مع بعض. خلونا بس كده يعني نعمل حاجة الاول كده صغيرة، نكبر الصورة شوية بس عشان تبقى انتوا شايفينها كويس. ماشي حاضر، بدل ما نكبرها لكم عشان تبقى انتوا مستوعبين ان انا بقول كويس يعني. طيب خلونا كده نمشي مع بعض بقى في البيانات اللي موجودة على الرسمة. رقم واحد الجزء ده يا شباب ده اللي هو البامب، هنا اسمه بامب مش فاكيان بامب، يبقى المكان ده البامب. الفيد من الفتحة الصغيرة دي، يبقى الفيد يخش من هنا، ادي الفيد ادي البامب. ايه الجزء ده كله؟ طبعا هتلاقوا عندكم هنا بقى بيانات كتيرة جدا جدا في الحتة دي، بس بداية المدخل الواسع ده هو ده اللي هو الستيم، والمخارج الصغيرة مخرج هنا صغير دريبس، ومخرج قصاده الناحية التانية فنت. فاللي انا ملونه بالاحمر الستيم، وبعدين مخرج على الشمال اسمه فنت، ومخرج على اليمين اسمه دريبس. طيب المخرج ده هو في الانبوبة العريضة دي اسمه ايه؟ سيت شارج. يبقى ستيم دريبس وفنت وفي هنا لسيت شارج. طيب خلونا برضو نكمل بيانات بس بلون مختلف بقى. ايه بقيه الحاجات اللي موجوده هنا؟ هتلاقوا شايفين طبعا هو البامب دي مسميها حتى سيركيوليتنج بامب، اسمها كده سيركيوليتنج بامب، عايز اكتب بامب صح، سيركيوليتنج بامب صح برضه. طيب ايه الجزء اللي انا ملونه بقى ده فوق ده؟ الجزء اللي انا ملونه فوق ده يا شباب ده بنسميه ديفليكتور.
اسمه كده ديفليكتور، وهو اسمه المظبوط قوي كيرفد ديفليكتور، يعني اسمه الصح قوي كده كيرفد ديفليكتور. طيب خلونا كده نكمل. طيب مين بقى المنطقة اللي هي الجزء اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هنا يا شباب؟ خلونا بس كده نوضح لكم اكتر. هتلاقوا هنا في سهم كده مكتوب عليه ايه، توضحوا الايه اللي مكتوبة دي، اللي هو الهيتنج element او الهيتر، هيتنج element. طيب جسم الجهاز اللي هو بي من بره ده اسمه ايه؟ اسمه فيبر هيد. يبقى الحلة اللي فوق الواسعة دي، الجسم الضخم ده كده ده هو ده اسمه فيبر هيد، والهيتر ده اسمه هيتنج element. طيب هتلاقوا في هنا سهمين، سهم على الجسم الجهاز من بره وسهم داخل اللي جوه ده. طب اللي جوه ده اسمه ايه بقى؟ اللي جوه ده اسمه لحظة واحدة كده، اسمه سلندريكال بافل. سلندريكال بافل. يبقى الجسم من بره هنا ده يعتبر هيتنج element، والجسم اللي داخل جوه ده اسمه سلندريكال بافل، وجسم الجهاز من بره اسمه فيبر هيد وده اسمه ديفليكتور. اخر حاجه المخرج اللي فوق كالعاده اللي هو الفيبر، كالعاده هو الفيبر. دي يا شباب كل تقريبا الحاجات، يمكن فاضل بيان واحد بس خلينا نحطه اهو، اللي هو السي ده اهو كده. مين بقى ده؟ اسمه ليكور ريتيرن بايب. ليكور ريتيرن بايب. يبقى ريكورد ريتيرن بايب هي الانبوبه اللي نازله قدام حضراتكم بالمنظر. عايزكم بس طول ما انتوا قاعدين شوفوا الفيديو ده كتير، شوفوه كتير، تلاقي نفسكم بتحفظوا وانتوا قاعدين على طول الحاجات اللي موجوده دي. طيب خلونا كده مع بعض نجيب الجهاز اللي بعديه. الجهاز اللي بعديه هو عباره عن الجهاز رقم 12 معانا، فورسد سيركيليشن ايفابوريتور وذ اكسترنال هيتنج element. الجهاز ده شباب نفس الجهاز تقريبا اللي فات، بس ده بقى وذ اكسترنال. طب ازاي وذ اكسترنال؟ هتلاقوا ان الهيتر منفصل عن جسم الجهاز. طيب معايا بالراحه برضو، ده مين؟ دي البم. المدخل ده هو الفيد، السائل بيطلع. المفصلات دي اسمها اكسبانجن جوينت، اسمها كده اكسبانجن جوينت. البيان اللي بعديه يا شباب ده اسمه هيتر، اسمه حتى الصح دبل باس هيتر، اسمه كده دبل باس هيتر. طبعا الهيتر في مدخل اسمه ستيم، المخرج اللي فوق اسمه فنت، واللي تحت اسمه دريبس. بعد كده في عندنا مخرج فوق اللي هو مين؟ اللي هو الفيبر. وفي عندنا هنا حاجة او مخرج اسمه ديستشارج. ديستشارج اللي هو المخرج بتاع البرودكت. رسمة بسيطة جدا جدا. وطبعا على فكرة يعني الجهاز اللي فات ده والجهاز ده هما اكتر جهازين بيجوا في الامتحان، الجهازين دول بيحبوهم قوي الجهازين دول. طيب كده نكون خلصنا مجموعة الاجهزة بتاعت Forced Circulation Evaporator with External Heating Element. اخر جهاز في الايفابوريشن هو الجهاز ده، اسمه فيلم ايفابوريتور، طويل كده فيلم وضيق قوي. برضو ده الليكور انلت او المدخل. في عندنا ستيم، وكالعاده مادام الستيم داخل يبقى لازم يكون ليه مخرجين، واحد فوق اهو اللي هو الفنت، وواحد تحت اهو اللي هو الدريبس. وبعد كده ده اسمه سيباريتور، الجسم ده كده بنسميه سيباريتور، بس هو اسمه المظبوط قوي سايكلون سيباريتور، اسمه كده الصح سايكلون سيباريتور. طبعا المخرج من هنا فوق بيطلع منه الفيبر، والمخرج ده بيطلع منه ليكويد كونسنتريت. او ساعات بنسميه ثيك ليكور، ساعات بنسميه ايه ثيك ليكور. في بقى دايره كده مرسومه لكم بالمنظر ده، لو حابين تحطوا البيان بتاعها، الدايره دي بيشاور على الجزء ده يا شباب، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه
تانجينشيال انلت، اسمه كده تانجينشيال انلت. ده الجهاز اللي هو عندنا اسمه كلايمبنج فيلم ايفابوريتور. ادينا ماشيين مع بعض كده جهاز جهاز كده. خلصنا مع بعض شباب تقريبا اول يعني تلت الاجهزه تقريبا خلصناها الاولاني اللي هي اجهزه الايفابوريتور والهيت اكستشينجر. نخش بقى في الدراينج. الدراينج دي اساسا اجهزه سهله جدا. الدراينج اول جهاز اسمه تري دراير. تري دراير زي رفوف كده، جهاز فيه رفوف زي ما انتم شايفينه كده. الجهاز ده عباره عن ايه؟ من المدخل من هنا ده اسمه اير انلت، وبعد كده هتلاقوا فيه شكل عامل زي السلك كده. ده مين ده؟ ده الهيتر. طيب والرفوف دي نفسها اللي مرسومه دي نفسها اللي هي اسمها ايه؟ اسمها لود تري. مش عارف هو الجهاز ده زعلان مننا ليه النهارده كده، انا مش قادر اعرف. طب لغايه الجهاز ما يقفل بس معانا كده شباب، ده اسمه لود تري. رجعنا مره تانية بس مش عارف الجهاز النهارده مش عارف دفعتكم مش مسلكه نيتها ليه مش عارف يعني. طيب نرجع تاني، ده اسمه لود تري. المخرج اللي فوق ده اسمه اير اوتلت او المخرج من بره. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا هنا كده، يمكن عملتلكم بالقلم الازرق، هتلاقوا هنا كده زي خط منقط كده لو انتوا شايفينه بالمنظر ده، ده اسمه اير فلتر. اير فلتر هو ده يا جماعه، جهاز بسيط جدا جدا اسمه تري دراير. طب الجهاز اللي بعديه واحد من الاجهزه كبيرة قوي قوي عندكم اللي هو فاكيوم تري دراير. والفاكيوم تري دراير ده بقى ليه بيانات كتيرة قوي. رقم واحد اللي فوق ده، المدخل اللي فوق ده كده اللي هو الستيم. طيب جسم الجهاز من بره اسمه كاست ايرن شيل، جسم من الحديد. طب الرفوف ديت، الرفوف دي تحس ان هي مخرومه من النص كده، فاضيه من النص، اسمها هولو تريز، هولو تري. طيب هنا يمكن في هنا حاجه كده، ده دريبس، ده كده دريبس. واللي فوق ده هو هنا كده مش باين عندكم في الصوره، ده فنت، السهم حتى عليه ده الفنت. طيب ايه الجسم ده؟ الجسم ده اسمه كوندنسر. ونخلي بالنا بقى يا شباب الكوندنسر ده هتلاقي، وهنوضحها شويه بقى بالصوره، خلي بقى ملخضر كده، في مخرج هنا اهو وفي مدخل هنا اهو، يعني في حاجه هنا وفي حاجه هنا. المخرج اللي فوق ده ووتر، اما المدخل ده كولينج ووتر او كول او كولد ووتر يعني. خلينا يعني نمسح دي كده، كولد ووتر تمام. وده اسمه كوندنسر، او ساعات بيسموا الكوندنسر ده سنجل باس تيوبيلر كولر، يعني ساعات بيسموه كده سنجل باس تيوبيلر كولر، او ساعات بيسموه كوندنسر. الجسم ده يا شباب، الجسم ده كده اللي هو اسمه تحت خالص اهو ريسيفر، اسمه ريسيفر. البامب ديت دي مش بامب عاديه، خلي بالك عشان بس ما تتلخبطش كده، دي فاكيوم بامب. ونركز، في أجهزة فاكيوم بامب وفي أجهزة بامب عادية. يبقى في عندنا ستيم، بعد كده في كاست أيرن، بعد كده هولو تري، ومن هنا في دريبس، ومن هنا في فنت، بعد كده ده كولر أو الكوندنسر بيدخل منه مية ساقعة كولد ووتر ويطلع منه مية عادية. بعد كده ده اسمه ريسيفر، بعد كده اسمه فاكيوم بامب، ده اسمه فاكيوم تري دراير، واحد من الأجهزة التقيلة عندكم يعني. طيب الجهاز اللي بعديه دبل كون، دبل كون تامبلينج دراير. طبعا تامبلينج يعني جهاز بيترج، في رج، في شيكينج. الجهاز ده اسمه كده او المنطقه دي اسمها تامبلر، تامبلر. ده الجدران دي هيتد وول، كل الجدران اللي مرسومه دي هيتد وول. طبعا متوصل الكلام ده هنا كده طالع بره تو فاكيوم، متوصل بالفاكيوم. والحته دي كده تعتبر ايه؟ الفلتر. اسمه دبل كون تامبلنج هيتر. طبعا ده يا رب يجيلكم ده في الامتحان، جميل قوي قوي، ابن ناس كده واربع خمس بيانات ما فيهمش حاجه.
طيب نجيب الجهاز اللي بعديه عندنا الفريز دراير. الفريز دراير ده بيحبوه قوي وسهل جدا. الفريز دراير ده عامل زي التلاجه كده. طب هنحفظه ازاي؟ التلاجه ليها باب ليها دور. طب وجوه التلاجه في برودكت، برودكت تشامبر مش باينه اهي، برودكت تشامبر. وبعد كده التلاجه ديت هيتر، هي تلاجه وسخان في نفس الوقت، فهيتر وريفريجرنت الاثنين. جسم الجسم ده كده او الجهاز ده هيتر ريفريجرنت. الرفوف ديت اللي موجوده دي اسمها كده شيلف وذ فايلز، شيلف يعني رفوف عليها فايل. طيب هيطلع بخار، طبعا الجهاز ده جهاز معقد قوي تاخدوه في الصناعيه بالتفصيل، يطلع بخار زي ما انا ملونه بالاحمر ده، اسمه ووتر فيبر فلو. السهم ده يوضح ووتر فيبر فلو. والماسوره ديت اللي انا ملونها بالاصفر دي بقى، كل الماسوره اللي هي متلونه بالاصفر دي يا شباب اسمها ايه بقى؟ الماسوره دي اسمها كونكتنج داكت. يبقى الماسوره دي اسمها كونكتنج داكت. يبقى انا عندي ووتر فيبر اللي هو السهم اللي موجود، والماسوره الصفر دي اسمها كونكتنج داكت. طيب خلوا بالكم بقى، شايفين الحته دي كده نعملها بالازرق ديت؟ الحته اللي بالازرق دي يا شباب اسمها ايه بقى؟ اسمها مشروم فالف، فالف صمام ومفتوح open position. لازم يتكتب على بعضها كده مشروم فالف open position. طيب عشان حتى تلاقوا في اسهم طالعه في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، يعني الفالف دي مفتوحه والفيبر بيعدي، بيعدي على حته اسمها ايه بقى؟ كوندنسر تشامبر. المكان ده كده اسمه كوندنسر تشامبر. يبقى في سخان ويعني في ثلاجه وسخان هنا، وفي حاجه بتكثف البخار هنا، كوندنسر تشامبر. وهنا في حاجتين معاها، كوندنسر كويلز اللي هي الدوريات دي، وفاكيوم بامب مضخه موجوده بالشكل ده. يبقى احنا كده شفنا بقى ثلاجه ليها باب، في برودكت تشامبر، ثلاجه وسخان، في شيلف موجوده، وعند الحته دي في بيانين اتنين، ووتر فيبر الخط السهم الاحمر ده، والانبوبه الصفر دي اسمها كونكتنج داكت. الحته الزرقاء دي سميناها مشروم فالف اوبن بوزيشن. بعد كده هنا في كوندنسر تشامبر، كوندنسر كويل، وفاكيوم بامب. ده الجهاز ده شباب اللي هو ايه عندنا، اللي احنا بنسميه كده علميا جهاز الفريز دراير. طيب نيجي بعد كده للسبراي دراير. الجهاز ده بيحبوه جدا جدا السبراي دراير ده. بنخش من هنا هوت اير دراير، هندخل من هنا هواء. الحته دي فاكرها دي يا جماعه كنا خدناها من شويتين كده، اللي هي تانجنشال انلت. لو فاكرين اجيب لكم الصوره، كنا احنا لسه اخدناها دلوقتي حالا وقلت لكم عليها. فاكرين يا جماعه الصوره ديت لما قلت لكم الدايره دي اسمها تانجنشال انلت، اختها موجوده هنا اهي، ايه تانجنشال انلت بتاعتنا اهي. طيب نكمل. الاير يخش من على الشمال، يبقى الليكويد يخش من على اليمين من الفتحه ده. نعلمه الاير من على الشمال، الهوت اير من على الشمال، الليكويد فيه من على اليمين. ايه ده؟ الجهاز ده اسمه سبراي دراير، فده عباره عن سبراي، الحته دي كده سبراي. ايه ده؟ اتومايزر. جسم الجهاز من بره اسمه دراينج تشامبر، دراينج تشامبر. ده مخرج الاير وده مخرج الدراي برودكت. يبقى الجهاز لو انتوا اخدتوا بالكم ليه مدخلين وليه مخرجين، مدخلين هوت اير وليكويد فيد، مخرجين دراي برودكت واير اوتلت. جسم الجهاز اسمه دراينج تشامبر، والسبري ده اسمه اتومايزر. طيب الجهاز اللي بعديه برضو من الاجهزه المحترمه قوي اللي هو الجهاز ده، ايه يا شباب الجهاز ده بقى؟ الجهاز ده اللي هو فلاش دراير او نيوماتيك دراير، واحد من الاجهزه اللي يعني الرخمه كده شويه عندكم. ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده من هنا كده شايفين اول بيان هيت اير انلت او هيتد اير او هوت اير، ممكن نسميه هوت اير انلت، اللي هو المدخل ده يا شباب. طيب الدي ده اللي هو بنسميه كده بالفرايزد، بالفرايزد باودر، يخش من هنا. الاتنين يخشوا مع بعض جوه المنطقه دي بنسميها دراينج كولم، بعد كده يعدي يطلع عند المنطقه سي بنسميها سايكلون، اسمها كده سايكلون المنطقه سي.
وبعد كده يتجمعوا او يحيى. طبعا المفروض ان ده الجهاز هتاخدوه بالتفصيل في الدراينج، انا مش هدفنا ان احنا نشرح الجهاز هنا، بس يوصلوا عند المنطقه بي اللي بنسميها سايز ريدكشن زون، او ساعات بنسميها امباكشن زون. بس لين كان عايز اقول حاجه صغيره بس، لان طبعا برضو كالعاده المشكله ان مش كل الناس عندها نفس البيانات، مش كل الناس اخذت نفس المعلومه، وفي سكاشنز مختلفه طبعا. فعشان كده بس شباب يعني ارجو من حضراتكم لو حد كاتب في اللاب عنده معلومات او بيانات زياده خليه يبعتها لي، بحيث الناس كلها تستفيد، لان كل بقى سكشن بيتملى فيه ممكن بيانات مختلفه عن السكشن التاني. فانا استاذنكم اي ناس عندها بيانات زياده في الجهاز ده بالذات، يا ريت يا جماعه تبعتها لي، لان الجهاز ده كل سنه بيتغير فيه بياناته. الاخير ده بنسميه بقى الجزء الاخير ده اسمه دراينج تشامبر، دراينج تشامبر او ساعات بنسميه سايكلون. المنتج بيطلع لي من هنا اسمه دراي برودكت، بيطلع من هنا المنتج، والجزء ده اسمه اكزوست تشيمني. تشيمني زي تيوب كده او مكان بيطلع او مدخنه اسمها اكزوست تشيمني. نجيب الجهاز اللي بعديه. الجهاز اللي بعديه ظريف قوي، لو شفتوا الجهاز ده واللي وراه شبه بعض جدا، يمكن الفرق بس في الحته دي يا شباب، الحته اللي انا بشاور عليها دي، ده الفرق. الاولاني ده من غير السبري، ده اسمه فلويدايزد بيت دراير. ده سهل خالص، الحته دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن اير انلت واير فلتر مع بعض. طيب الجزء ده اسمه ايه؟ برودكت كونتينر. الحته دي كده اسمها برودكت كونتينر، ده اسمه اكزوست فلتر، وده اسمه اير اوتلت. فالجهاز ده فيه اربع بيانات بس، مدخل اير انلت واير فلتر، بعد كده برودكت تشامبر جسم الجهاز من بره، بعد كده اكزوست فلتر الفلتر اللي منقط ده عشان يفلتر الهواء، وبعد كده اير اوتلت يطلع الهواء من هنا عادي خالص. ده اسمه فلويدايزد بيد دراير او باتش تايب. الجهاز اللي وراه هو هو اخوه، هنحفظ بقى البيانات فيه المختلفه. هنحفظ فيه البيان ده مثلا السبراي نوزل، الحته دي يا شباب هو ده الفرق، وهنحفظ الحته دي الكوبايه دي كده شايفينها دي كده اسمها ايه؟ جرانيوليتنج فلويد، اسمها كده جرانيوليتنج فلويد. فالجهاز ده اخو اللي فات، بس الجهاز ده عنده بيانين سبراي نوزل وجرانيوليتنج فلويد. الجهاز ده اسمه ايه بقى؟ فلويدايزد بيد جرانيوليتور. اللي فات ده كان اسمه فلويدايزد بيد ايه؟ دراير. فخلي بالكم ده كان دراير واللي وراه كان جرانيوليتور. طيب نجيب الجهاز اللي بعديه. طبعا الاجهزه اللي بعدين انتوا كنتوا ذاكرتوها المفروض في الشيت قبل كده، فعندكم خلفيه عنها. اول جهاز اسمه سوانسون وولكر كريستالايزر. الجهاز ده مشهور جدا جدا. اولا الجهاز ده فيه سبايرال اجيتيتور، ده هو الجزء الاحمر، الجزء اللي انا مظلله بالاحمر جوه ده سبايرال اجيتيتور. في عندنا من بره هنا كده جسم الجهاز من بره هنا كده كولينج بايب، وبعد كده اوبن تراف، تراف يعني حوض، وسيمي سلندريكال بوتوم. يبقى الجهاز ده فيه ثلاث بيانات، سبايرال وجسم الجهاز من بره عليه كولينج بايب، وده عباره عن حوض مفتوح اوبن تراف وذ سيمي سلندريكال بوتوم، ده سوانسون وولكر. طب الجهاز اللي بعديه، الجهاز اللي بعديه اللي هو الولف بوك كريستالايزر، شالو تراف حوض مفتوح، هنا كان هناك في سبايرال، هنا في رولر، بعد كده في بقى شايفين العلامات دي سميناها بارتيشن او زجزاج فلو. الجهاز ده اسمه وولف بوك كريستالايزر. يمكن في الجزء ده هنشرحه شويه بسرعه، انتوا كنتوا اوريدي ذكرتوه قبل كده في الشيت، فعندكم عنه المفروض خلفيه قبل كده. طب الجهاز اللي بعديه برضو جهاز سهل قوي، اللي هو اوسلو كولر كريستالايزر. طيب الجزء اللي فوق ده يا شباب ده اللي هو الفيد، خلينا كده نعلم عليه، ده الفيد. طيب الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها ديكانتر. طيب ايه تاني؟ البي ده اهي او المنطقه دي اسمها سنترال بايب، البوبه اللي جوه ديت. جسم الجهاز نفسه ده اهو، جسم الجهاز نفسه ده اسمه كريستالايزر. المخرج ده الام زي ما انتوا كنتوا حافظينها قبل كده اسمها كريستال ماجما، ماجما يعني مخرج للكريستال.
بعد كده الحتة دي اسمها كولر، والكولر هتلاقوا فيه أسهم هنا دي ودي، الأسهم دي عبارة عن الكولد ووتر انلت والاوتلت، انلت واوتلت. البامب دي موتور بامب، مضخة. اخيرا طبعا هو مش هقول لك عليها كلها، مسميها لك كولر اهي. اهم حاجة بقى ان الان ده اهي، الان دي مهم جدا جدا، الان ده اهي اسمها الكلمة دي يا شباب اللي مش باين عندكم، اسمها نيوكليشن زون، اسمها كده نيوكليشن زون. فالده عبارة عن فيد، بعد كده في ديكانتر، بعد كده في سنترال تيوب، بعد كده في كريستاليزر اللي هو الجزء ده، ده سنترال تيوب اهو وكريستاليزر اهو. الفتحة دي اسمها ماجما، ده مطور موتور، ده كولر، والكولر عنده مداخل ومخارج كولد ووتر انلت واوتلت، وبعد كده في منطقة النيوكليشن زون. طيب الجهاز اللي بعديه طبعا انتوا كده خدتوه قبل كده في النظري، اللي هو اسمه هوورد كريستاليزر. الهوورد كريستاليزر من الأجهزة الجميلة قوي. ليه بقى؟ أولا كل اللي أنا بظلله ده مداخل ومخارج المية، أدي مدخل ومخرج للمية، مدخل ومخرج للمية، مدخل ومخرج بالمية. كل اللي أنا ملعلمه بالأخضر ده هنحفظه، بس دي أماكن مداخل ومخارج المية اللي احنا بنعمل بيها كولينج. أدي واحد، أدي المجموعة التانية، ادي المجموعة التالتة. طبعا فاكرين الجهاز ده كان فيه 3 كولر، فعشان كده عنده 3 اماكن. طيب نركز بقى مع بعض كده، مين الام ديت؟ ناخدهم واحدة واحدة. مين الام دي؟ ماجما. طب مين الجي دي؟ اسمها كده كريستال كوليكتنج فيزل، كريستال كوليكتنج فيزل جي. طيب الان والبي، طبعا ده البي الاول ديت اللي هي ده عبارة عن اكسترنال كويلينج جاكيت، والان اللي مكتوبة ديت اللي هي ان زي ما احنا خدناها ورا نيوكليشن زون، هي الحتة اللي جوه دي يا شباب، المنطقة اللي انا مظللها دي كده، دي اللي هي النيوكليشن زون. طيب ايه هو السي بقى؟ السي طبعا احنا قلنا البي اكسترنال، البي كان اكسترنال، السي بقى هو ده الانترنال كولينج، انترنال كولينج جاكت. معلش يا جماعه انا اسف، ده اسمه اكسترنال مش كويلينج، كولينج هي مكتوبه بس في الصوره مش باينه، هي ده اكسترنال كولينج جاكيت وده انترنال كولينج جاكيت. طيب اخر حاجتين بقى في الجهاز، الكي والاف دي. الكي بيسموها كونيكال شيبد كريستاليزر، حتى شكلها في الاخر مخروطي اهو، بينه مخروطي خالص اهو. والاف اللي مكتوبه دي هور، دي بافل، الحواجز دي بقى كده اسمها ايه؟ بافل، هوريزونتال بافل. اخر حاجه عندنا الاتش ده اهي، دي بيسموها الاوت فلو اوف دايليوتد سلاري. الجهاز ده يا جماعه مهم جدا جدا، الجهاز ده تتوقعه جاي في الامتحان بنسبه كبيره قوي قوي عشان مليان بيانات، الجهاز ده مهم قوي، الناس تحاول تركز قوي وهي بتذاكر على بيانات. طيب نجيب الجهاز اللي بعديه يا شباب. الجهاز اللي بعديه بالنسبة لنا هو الجهاز اللي هو اسمه دابل بايب كولر كريستاليزر، او ساعات بنسميه فوتيتور كريستاليزر. الجهاز ده بيبقى عبارة عن الاتي، ده المدخل اللي فوق ده خالص بيبقى المدخل بتاع الفيد بتاعنا، وبعد كده في عندكم المنطقة اللي بعديها، المنطقة دي مين ده شباب؟ دي عبارة عن البامب،
وبعد كده بنخش جوه ال A ده اهو، المنطقة اللي بره دي خالص، ده اللي هي الكولينج جاكيت. طيب هتلاقوا هنا في سلك كده، هو مشاور على السلك نفسه. السلك نفسه ده، لا انا اسف عشان بس هي مشكله، بس ان الصوره حتى مش واضحه، هو مش بيساور على السلك هنا يا جماعه، البيان ده مشاور على السهم ده. خلونا بس اعمل لكم بلون مختلف عشان تشوفوها. هتلاقوا هنا كده في سهم كده اهو، هو مشاور عليه. السهم ده يا شباب اسمه ايه بقى؟ كولينج. المفروض دي يعني كولينج فلويد دايركشن. وطبعا هو للاسف، بس للاسف هو مش يعني البيان نفسه مش واضح، لان هو هنا كمان مشاور عليه السهم كده برضو ومسميه كولينج يعني فلويد دايركشن. طيب خلونا نكمل كده، هما الاثنين زي بعض، بس لو هو بقى مشاور على السلك اللي جوه، وللاسف هو حتى مش باين اذا كان مشاور على ده ولا على ده. لو مشاور على السلك اللي جوه في الرسم يا جماعه في الامتحان، السلك اللي جوه ده اسمه ايه بقى؟ اسمه انترنال هيليكال ريبون، او ساعات بنسميه سكرابر. فعلى حسب هو مشاور على ايه، لو مشاور على السلك نفسه ده اسمه انترنال هيليكال ريبون. طيب في سي وفي الرمز اللي انا مش شايفه ده، الاثنين دول مداخل ومخارج الكولينج ليكويد، يعني ممكن يبقى ده كولينج ليك فلويد انلت وكولينج فلويد ايه اوتلت، المنطقه دي والمنطقه دي. طيب يبقى لو هو مشاورين على السلك انترنال هيليكال ليبر، لو مشاور على السهم يبقى ده اسمه ايه؟ دايركشن اللي هو الكولينج فلويد دايركشن. طيب في سهم جوه بقى، لو اخدتوا بالكم ممكن اخليه بالاخضر اهو، في سهم جوه اهو، جوه الدايره اللي جوه خالص. السهم ده مين بقى؟ السهم ده شاب اللي جوه ده اللي هو البيان ده، دايركشن اوف فلو اوف ماذر ليكور. ماذر ليكور اللي هو الفيد، دايركشن اوف فلو اوف ماذر ليكور. طيب ايه تاني كمان؟ بعد كده طبعا عندنا المنطقة ديت، المنطقة دي المفروض اللي هي الديكانتر، والام دي اللي هي ماجما. طيب بعد كده في عندنا هنا طبعا اللي هي ال دي، مين ال ال ده؟ اللي هو ريسايكلينج اوف ماذر ليكور. وفي هنا اتش مش باينه في التصوير، اتش الاتش دي اللي هي اوت فلو اوف ماذر ليكور، خروج الماذر ليكور. يبقى ده اوت فلو اوف ماذر ليكور، والال ده اهي ريسايكلينج اوف ماذر ليكور. انا عارف ان مجموعه الاجهزه الاخيره دي رخمه، بس بتيجي في الامتحان كتير قوي، فالناس تركز قوي يعني على في الامتحان بيجي دايما جهاز سهل وجهاز صعب، فنتوقع دايما ان يجينا الجهاز ده في الامتحان. طيب نكمل بقيه الاجهزه اللي موجوده، احنا خلاص في النهايات اهو دلوقتي. الجهاز اللي بعديه يا شباب اللي هو اسمه اوسلو ايفابوريتيف كريستالايزر. الجهاز ده بالنسبه لنا برضو في بيانات فيه سهله، الام ده اللي هي مين يا شباب؟ الماجما. الاي الكريستالايزر. التي شايفين الفيد ده، ده المدخل الصغير ده اهو كده، ده الفيد. احنا خدنا الماجما. الهيتر اللي هي اتش دي، اللي هي الهيتر. وبعد كده دي اهم بيانات، البي اللي هي السنترال تيوب، الان اللي هي نيوكليشن زون، الاي الحته اللي فوق دي اسمها فلاش ايفابوريشن فيزل. يمكن الحاجات اللي هي احنا اتعودنا خلاص يعني من اللي جاء قبل كده في الامتحانات القديمه، ان الحروف الرئيسيه هي دي اللي بتيجي في الامتحان، اللي هي الاي يعني المنطقه دي اي evaporation vessel، N nucleation zone، B central tube، M magma، E crystallizer، T feed، H heater. هي دي الحاجات الرئيسية اللي موجودة في الجهاز ده اللي هو اسمه Oslo evaporative crystallizer. طيب الجهاز قبل الأخير في crystallization اللي هو vacuum crystallizer. vacuum crystallizer، وهتلاقوا يا جماعة البيانات واحدة تقريبا، برضو رقم A فلاش ايفابوريشن فيزل،
البي السنترال تيوب، الاي جسم الجهاز كريستالايزر، الام اللي هي مين الماجما، التي اللي هي الفيد، الزد اللي هي النيوكليشن زون، زون اوف نيوكليشن. يمكن اخر حاجه بالنسبه لنا بقى هنا او مختلفه شويه، يمكن حضرتك كلهم مختلفه، اهو اليودي، اليودي اللي هي الفاكيوم، اليودي اللي هي الفاكيوم. واخيرا الان ده هي اللي هي الاوفر فلو اوف مادر ليكور. يبقى الجهاز ده شبه اللي فات، الاختلافات بس هو كان مركز فيها على الاوفر فلو اوف مادر ليكور، ومركز كمان على مين، على الفاكيوم. ده الجهاز اللي هو اسمه اوسلو فاكيوم كريستالايزر. اخر جهاز بقى في عده الكريستالايزيشن هو الجهاز ده يا شباب، اللي هو الجهاز اسمه باتش فاكيوم كريستالايزر. الجهاز ده بسيط قوي، الفيد من هنا اهو بيخش كده، المخرج اكيد من هنا كريستال وليكور، المروحه دي اسمها اجيتيتور، مروحه اسمها اجيتيتور، والمخرج ده يا شباب اللي هو تو فاكيوم، برضه متوصل بالايه، بالفاكيوم. بس هنا حاجتين، فاكيوم وكمان كوندنسر، فاكيوم وكوندنسر. طيب يمكن الاجهزه اللي بعديها انتوا كنتوا مفروض مذاكرينها في الشيت، لان هي كانت بتيجي في الامتحان على طول، ده يمكن الجزء الاخير، احنا بالنسبه لنا خلاص اخر اجهزه الميكسر. فطبعا عشان مش هضيع لكم وقتكم فيها، الاجهزه دي البيانات اللي فيها هتتذاكر كويس للنظري وللعملي، يعني الحاجات دي بتيجي في الامتحان دايما نظري وعملي. ف يعني ممكن نقف لغايه هنا، لان الجزء اللي جاي ده كله بيانات مباشره مكتوبه على الرسمه، وللاسف ما فيهاش حفظ، يعني ما فيهاش سوري فهم، اللي يمكن اللي فات كان فيه شويه دماغ شويتين. خلونا كده بس نقول يعني سريعا كده ان جسم، يعني عشان بس تبقى ناس فاهمه، يعني جسم الجهاز من بره ده اللي هو الميكسر شيل، بعد كده مشاور على عمدان جوه، العمدان دي اللي هي اسمها بليد كونكتنج تو درايف شافت، الدايره الدواير بقى اللي معموله، ممكن نعملها بالاخضر كده، الدواير اللي معموله بالاخضر ديت اسمها بليدز. طبعا الحاجات دي هو رابطها بقى، ده منظر، ده يعني ده صوره ودي صوره ثانيه، فالصوره دي هي اللي تحت بالظبط، الدواير دي هي الدواير ده اهي، والحواجز، يمكن الحواجز مش مبينها، جسم الجهاز ده اللي هو ده اهو، الحته دي الحته البيضه دي اسمها باكينج جلاند، اتجاه السهم ده اسمه دايركشن اوف روتيشن، العمود نفسه اسمه درايف شافت، المخرج ده مخرج اللي تحت ده اسمه ديشارج باوت، في اسهم موجوده، شايفين الاسهم ديت، الاسهم دي اسمها دايركشن اوف ماتيريال فلو. هو ده يا شباب اللي هو الجهاز اللي احنا بنسميه ريبون ميكسر، الجهاز ده كده اسمه ريبون ميكسر. الجهاز ده جه كام مره فاينل يعني بالبيانات دي كلها كده. طب الجهاز اللي بعديه سيجما بليد، سيجما هنعلمه ان هو في حرف اس كده، شبه يعني في حاجه شبه حرف اس كده، فدي بنسميها سيجما بليد. طبعا البليدز اللي هي السمرة دي، الجسم الجهاز اسمه ميكسر شيل، ده عباره عن حاجات بيمسك فيها، او دي اللي فيها الدراعات بالنسبه لنا. بعد كده ده اللي هو بيسميه درايف شافت. في صوره اخرى للجهاز اللي هي الحاجات اللي بتتحرك دي، الاسهم نفسها اللي انتوا شايفينها دي اسمها دايركشن اوف روتيشن، والجزء اللي جوه ده اسمه انترميشنج بليد ديزاين. انترميشنج يعني اتنين بيتداخلوا مع بعض، بيتداخلوا على بعض، الجهاز ده اسمه سيجما بليد ميكسر. الجهاز اللي بعديه يا شباب الجهاز اللي هو كونيكال سكرو، برضو جه فاينر قبل كده الجهاز ده، كونيكال سكرو، من فوق الجزء اللي فوق ده خالص ده اللي هو الدرايف ماشين او الموتور، بعد كده الجزء اللي هو السيركلز كتيره قوي ده اسمه تيرنينج سكرو، وبعد كده عامل لك سهم كبير قوي، السهم ده اسمه روتيشن اوف سكرو، اتجاه حركه السكرو، وفي سهم تاني اللي هو ده مسميه دايركشن اوف ماتيريال فلو. عندك سهمين،
سهم طالع اسمه دايركشن اوف ماتيريال فلو، وسهم لافف كده اسمه تيرنينج سكرو. بعد كده عندك سهم يعني مش باين اصلا اسمه روتيشن اوف سكرو شافت، جسم الجهاز اسمه ميكسر شيل، والمخرج ده اسمه ديسشارج بورت، الجهاز ده اسمه كونيكال سكرو ميكسر. المجموعه اللي في الاخر بقى اللي طبعا دي التامبلينج درايرز زي ما انتوا خدتوها قبل كده، وفيها بيانات واحده، هتلاقوا بيانات واحده يعني هنا دايركشن اوف روتيشن واحده فيهم كلهم، ودي اسمها اكسس اوف روتيشن واحده فيهم كلهم، وفي حاجه اسمها شافت درايف واحده فيهم كلهم. هو الفرق في اشكالهم، ده اسمه بارل بلندر، بلندر يعني ميكسر، ده اسمه كيو ميكسر، ده اسمه في شيب، شبه حط حرف ال في شيب، وده اسمه دبل كون. فالمجموعة دي جميلة خالص، بياناتها واحدة تقريبا، هو الفرق بس هيبقى فيه اشكاله. اجيتيتور ميكسر واحد تاني على فكرة، الجهاز ده احنا اخدناه قبل كده اللي هو كنيدر تايب ميكسر، فاوريدي احنا اخدناه قلناه ورا، بس يهمنا بس ان هو اسمه كنيدر تايب ميكسر او سيجما بليت. الجهاز اللي بعديه يا شباب اللي هو الجهاز ده، جهاز اسمه روتو فيد زي مفرمة اللحمة، بياناته سهلة خالص، المدخل من هنا الفيد، المنطقة دي شكلها مخروطي الحتة دي كده، سميناها كونيكال تشامبر. الاجيتيتور هو الجزء اللي انا ملونه ده بالاحمر ده كده اسمه اجيتيتور. الجسم من بره اسمه اكستروجن داي، والمخرج نفسه اسمه ستشارج، هو مشاور على حتة بره كده ومشاور على حتة جوه، اللي بره اكستروجن داي واللي جوه اسمه ديس اتشارج. الجهاز اللي بعديه اسمه تريبل رولر ميل، وهو الجهاز عبارة عن فيت وعبارة عن برودكت طلع من الناحية التانية، ودي اللي هي عبارة عن بيسموها الرولر او ثري رولرز كده، دول كده عبارة عن ثري رولر، وده لو عايز تعرفوا اسمه، اسمه سكرابر، ده كده اسمه سكرابر. طيب نيجي بعد كده للجهاز اللي بعديه، جهاز اسمه ديكانتر او كلاسيفاير، جهاز سهل جدا. الجهاز ده التي اللي هي الفيد، الال اللي هي المادر ليكور، والام اللي هي المجمع. طبعا الفيد ده هو شرحه يعني ان هو بيبقى سمول كريستال مع مادر ليكور، فالمادر ليكور تطلع من هنا والكريستال تطلع من ناحية، يبقى انا بدخله من فوق سمول كريستال ومادر ليكور، يطلع المادر ليكور من هنا يطلع الكريستال من تحت كده. الجهاز اللي بعديه جهاز برضو بياناته قليله قوي، الايفابوريتور كريستالايزر، يعني ده جهاز برضو سهل خالص، الفيد بتاعنا بيبقى من هنا والستيم بيخش من هنا من ناحية اليمين، كوندنسيت تطلع من هنا، ده الفيبر بيخرج من هنا كده، والكونسنتريت بينزل من تحت، كونسنتريت يا جماعه اللي هو الكريستال، يعني الكريستال بتنزل من تحت، ده اسمه ايفابوريتور كريستالايزر هيتد باي جلاندريوم. طيب الجهاز اللي بعديه يا شباب، الجهاز ده سيمي سوليد ميكسرز. السيمي سوليد ميكسرز ده بيبقى عباره عن ميكسر فيه حاجتين، جسم الجهاز من بره زي ما هو مشاور عليه كده اسمه ميكسنج فيزل او ستيتور، ستيتور يعني جسم ثابت، وعندك جوه الدراع اسمه ميكسنج اليمنت روتور او اجيتيتور، ومشاور لك عليها يعني وعامل لك تصورين للصوره يعني. الجهاز ده اسمه بيترز او هوبرت ميكسر او بلانيتري ميكسر، يعني التلات اسامي دول كلهم صح. دي اشكال البروبيلر اللي انتوا خدتوها عشان تمنع الفورتكس لو فاكرين، فتبقى عارفين بقى الاي ان المروحه جايه في الجنب سميناها اوفست، او جايه بالميل سميناها انجلد، او جايه من الجنب خالص سميناها سايد، او مروحتين سميناها بوش بول، بوش بول يعني مروحتين، او في حواجز زي ما انا ملونه هنا كده يمين وشمال، او زي ما انا مشاور عليها هنا دي كده، دول نفس الرسمه على فكره، دول نفس الرسمه اللي هو مين؟ البافلت. يا رب يكون يعني يا رب تيجي الناس الرسمه دي في الامتحان سهله ومفيش فيها حاجه خالص يعني، يا رب.
طيب اللي بعديها اللي هو البلانيتري موشن، نفس اللي احنا اخدناه قبل كده بس دي صورة تانية. بلانيتري موشن وده بيبقى عبارة عن جهاز كده، ده الماتور بتاعي بلانيتري درايف او الماتور، ده اسمه ميكسر بليت، الدراع اللي احنا بنقلب بيه. جسم الجهاز من بره ده اسمه ميكسر شيل. السهم ده اسمه دايركشن اوف روتيشن ميكسر بليت، والسهم المنقط جوه ده كده ده اسمه باث اوف ميكسر شافت، والدايره الاخيره او السهم الاخير اللي مرسوم لك هنا ده دايركشن اوف روتيشن اوف ميكسر بليت. هنحفظه، ده هنحفظه نظري وعملي، جه فاينل السنه اللي فاتت الرسمه دي على فكره بكل بياناتها دي، فانا ما عارفين يا جماعه حاجات احنا هنذاكرها دي هنذاكرها تاني في الفاينل، فذاكروها مره واحده هتريحكم عملي وفاينل ان شاء الله. طيب اخر بقى يمكن اربع اجهزه، الجهاز اللي جاي بعد كده اسمه توربين ميكسر، ده جهاز اسمه بس ملوش حتى بيانات كتيره، والتاني اسمه بافلد توربين ميكسر برضو ده موجود عندنا. في جهاز تاني، بص شباب الاجهزه اللي جايه دي بس للاسف الصوره اللي جات لي من حضراتكم صوره اصلا البيانات فيها مش باينه، فانا في عندكم جهاز اسمه توين شافت بادل ميكسر، الجهاز ده يا جماعه عايزكم بس تقروا بياناته عشان انا للامانه انا مش شايفها عندي ومش باينه في الصور عندي خالص، فالناس هتحفظ. هي جهاز فيه 3 4 بيانات اللي هو توين شافت بادل، الرسمه ديت والرسمه دي اللي هي الانكر اجيتيتد بادل ميكسر. عايزكم بس يا جماعه لحظه واحده عشان الجهاز ده عليه بيانات عايز اديها لكم، لحظه واحده. فانت عندكم تاني الرسمه ديت عايزكم تجيبوا بياناتها، والرسمه دي كمان. الانكر ده شباب بس عشان تبقوا بس متخيلين في شويه بيانات عايزكم تزودوها عليها، الجزء ده شباب اسمه انكر، الجزء ده هنا كانت مشاور عليه وقالت هنا في very viscous liquid، الدراع ده هو كده، الدراع ده اسمه شافت، الحوض ده كده اسمه ترف، ترف يعني حوض. فبس يا جماعه عايزكم تعرفوا بيانات الجهاز ده بس مهمه قوي عشان كانت مليه في السكشن. اخر جهاز معانا برضو للامانه الجهاز ده برضو جاي لصورته مش باينه اي معالم فيها، فمن فضل حضراتكم برضو عايزكم تبصوا على الرسمه دي. كده يا جماعه نبقى خلصنا كل الرسمه بتاعت العملي 45 رسمه بالظبط. هستاذنكم المره الثانيه لو في اي بيانات او اي معلومات عن الجهاز ده انا ما قلتهاش اتقالت في سكشن وسكشن تانية لا، يا ريت من فضلكم بس اللي عنده معلومه ديت ما يبخلش بيها على الدفعه ويبعتها لي وانا هنزلها للناس كلها ان شاء الله النهارده. ربنا معاكم يا شباب. اخيرا لو جالكم في الامتحان مثلا، عشان دي نقطه مهمه قوي، لو شاور على حاجه زي كده مثلا في الرسمه وانت مش عارف دي ايه بالظبط، اكتب كل اللي تعرفه عنها. يا بس لو شاك ان ديت عباره عن مثلا شاور هنا، فانت مش عارف بقى هو بيشاور على الخط ده ولا بيشاور على الحته دي، اكتب الاثنين عادي، هي قد كده. لو شفتوا لو عارفين اي حاجه هنا اكتبوها، اكتبوا كل اللي تعرفوا. فانا عارف ان الموضوع شويه رخم عليكم بس يعني ان شاء الله الموضوع سهل. ربنا معاكم يا شباب ونشوفكم على خير ان شاء الله.